يا بدزوني عليك مخصوص. يا اهلا وسهلا. قالوا انت مو اقدم محل. لا مو اقدم محل، بس اقدم طفل موجود هنا. يعني وجهك صغير. شوي عندي كم سؤال. تفضل. عن سوق النسوان. اعطيني خرده. استاذ حسن تعال منا تفضل. بعد عمري اشكرك. يا اهلا وسهلا استاذ حسن. حبيبي. شلونكم اغاتي؟ تفضل. بس اريد افتهم ليش سموه سوق النسوان؟ هنا انا اول ما بسطه بين النساء، كثره النساء، الدلالات اللي يبيعن اغراض منزليه واللي يبيعن سوق مخضر ولبن وهذا، هذا يسموه هيك يعني. بصرين بالقاع نساء. يعني ما كانت محلات هنا؟ ماكو محلات. ماكو كانت؟ لا ماكو، كان بيوت هذا وبعدين تحول البيوت الى محلات. اها يعني هي هاي التسميه الاصليه بالضبط. يعني اول ما بسطت بين النساء. زين هاي النسوان يعني منين تجيب حاجياتها؟ يعني من بيوتهم، يعني من اشوف الست فلاحين. مثلا اشوف مثلا انت لبن ودهن. احنا نشتري من الريف، اهل الريف يجيبون ينزلون هنا ونشتري. فهن هم قبل جوز نفس الشيء. هم يجيبون يبيع نفس الشيء قبل. والدلالات. والدلالات يبيع وشرى من داخل البيوت ايام الحصار والحرب العراقيه الايرانيه، من صارت قام يبيع اثاثهن وغراضهن هنا، يبيع بهن ماعين واحذيه وهدوم عطش مال بيت. يعني شلون هسه نقول حاجب عشرة حاجب؟ بالضبط بالضبط بالضبط. يعني شحتهم غراض بالبيت زايد تنباع على مود يعيشون ايام الحصار. يعني العازه مال قبل كانت تجبر المراه هي اللي تجي تبيع. اي اي فعلا فعلا. شوف الكسره مال القلب. اي حيها. يعني اكيد كانت المواعين هاي الدرجه الاولى. اي اشكال اشكال القواري اللي بيها صور مثلا عبد الكريم قال. اشكال حتى اخشاب البيوت، حتى عف، حتى البطانيات. اوف ماكو شيء ما ينباع باب السوق. اوف فعلا هي مأساة احنا كنا عايشين. هي مأساة. هي ايام. ايش قد صار لك بهذا المحل؟ ما يقارب ال 25 ازيد. ازيد بال 25 سنه.